فينا على ليبونكول يعني على 14-13 ويرشحوا أحلى ضرب رح نعدلكون ضرب خبيرة التجميل دنيا وخبير التجميل أبو فارس الذكر. شو يا أستاذ غسان منبلش؟ بعد ما وصل أبو فارس الذكر منبلش مش قالوا بسيطة دنيا شوي انه تأخر علينا كمان مش مشكلة خبير تجميل كتير مهم يعني يمكن كان بيفيدك. سوري بتذكريني باسمه بس ابو فارس البطل يمكن بهالدومين انتو بتسمعوا ببعضكم كتير. ايه بسمع بس بصراحة مش سامعة فيه بعد. مش سامعة فيه مش مشكلة هلا بنتعرف عليه شخصيا. طيب بونسوار اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو هالحكي. اليوم حلقتنا شوي مغيرة عن الفن. اكيد هي كلها بالنهاية فن اسمه معنا خبيرة التجميل الآنسة دنيا أهلا وسهلا فيك. يمكن هالحلقة بتهم النساء أكثر من الرجال فمنقول لكل الستات هلأ ينطرونا حتى نعرف شو هي آخر الموضة للمكياج. أهلا وسهلا فيك ست دنيا. أهلا فيك. بدك تخبرينا أول شيء شو دارج لهالشتوية؟ السنة دارج الألوان الفاتحة حتى لو بالشتاء دارج الألوان الفاتحة يعني رجعنا نستعمل البلوسيال الأزرق النيلي الأخضر رجعنا عم نستعملهم اكثر من البني والغوامق يعني اللي بالشتاء. الفوندوتان كثير فاتح يعني الوجه دارج ابدا ابدا مش اسمر الوجه ابيض ابيض ومثل العاده يعني. وكمان في شغله جديده انه يا بتحطي اومبر على الحل يا ايلاينر يعني يا اقلام يا اومبر. ودارج بخصوص الضفير غير الوجه دارج البلوزير كولور على الضفر كذا لون على الضفر اذا بدكم تشوفي حتى لونين حتى لو ايه ازرق وابيض. كنت بدي اسال دارج الرسم كثير هلا على الضفير. طب هيدا ما بتلاقي صعوبه برسمه؟ نو هو في منهم بحطوا مثل بلاستر خصوصي بينعمل وفي منهم لا على البراتيك بتصير كثير هينه. بتحطي اول شيء الكولور الباز وبترجعي بترسمي بالالوان. سوري هي سوري اجيت سير شي ما بيخمر ولا يهمك. بونسوار كيف الصحة؟ يا هلا تفضل. بونسوار كيفي؟ اهلا تنعرفكم على بعض سوا؟ اكيد ما لي بتعملي معها بعدين رجع بقول انا لحالي. لا عندك مشكله اذا قعدنا سوا؟ يلا بس ماشي يلا بنكفي استاذ غسان عملنا مونتاج. اوكي لا ترحب فيه لاستاذ ابو فارس الذكر. يلا اوكي وصل كمان ضيفنا الثاني هلا ابو فارس الذكر. اهلا وسهلا فيك استاذ ابو فارس. وفيك يا هلا. اهلا تاخرت شوي استاذ ابو فارس بس اضطرينا انه نبلش حاجات سير. فحم قلبي فحم قلبك. طيب فحم قلبك يا ريت تاخذ كنت شي مسقح مش شي سخن. ما هيك بدي اقول لا شفري عجقت سير شي قتولي كنت خبطت كل العالم اليوم. شو بدي خبري؟ بسيطة استاذ ابو فارس كانت ست دنيا خبرتنا شوي. شو بتشتغلي بالدنيا؟ اخصائي التجميل يعني. والله؟ وين؟ بالزلقة حضرتك وين بتشتغلي؟ انا انت الناس ما شيري شو بدي بيشتغلي وين ما بدي بيشتغلي كل شيء بيشتغل. انا بظن بالخليج اكثر شيء بتشتغل. لا الدول العربية ايه كمان عندي اميرات عندي كذا اكيد اكيد وعم بركز على باري هلا. باري عم نفتح بنيو ايه بلكي بنتعاون سوا هيك بتعرفني على شخصيات مهمه. تكرم عينك. ايش لا بتساعدك شو بدك انا مستعد ساعدك. كلك بقى حبيبي تسلمي. طيب بنكفي حديثنا. كنا عم نسال الانسه دنيا انه عم بتقلنا انه الالوان الفاتحه دارجه لهالسنه. مين قال؟ ست دنيا. لا بالعكس كل شيء دافي. نعم والوان الغامقه. نعم الكريون كولور ما بقى دارج ابدا. كل شيء بلاج. بلاج ايه اكيد. فون دو تان بدك تمحيه بالشتاء ابدا. دارج البشره الناصعه. الكونتور تاتو اكيد. بس بليز هلا اذا هيك المقابله تقوم في الان اعصابي تعبانه. يمكن كل انسان عنده رايه. ما عليه استاذ ابو فارس الذكر انه بدك تطول بالك. اعصابي تعبانه كل واحد قلبه. ما هو زال اكيد غلطان لانه ما عم بتابع اكيد. انا ما عم بتابع شريط بليز. ما قلت لك من الاساس بلا ما اقعد. لا ما بيصير. لا مش قصدي بس انه كل انسان عنده رايه. السنه مسيو باردون مسيو ابو فارس الذكر. ابو فارس الذكر السنه يا مسيو مش دارس ابدا الالوان الغامقه ابدا ولا الدافيه. رجع درج البلوسيا لاحظ عيني انت البلوس الالوان الفاتحه السنه دارجه. ليه عملت حالك ليه مش حلوه؟ شو هي؟ ما لي وقت تصوير. منين جايين؟ يبعث لك حالها ايه تصويري انا
شوي شوي استاذ ابو فهد اكيد يعني مش انا ما بتفيد معلش كملي معه معلش لا لا انت خلت تكملي معه بليز وقفوا لي عم تصوري هلا لا واقف كل شيء هلا وين جايب الموضه استاذ ابو فارس نحن مخترع على الموضه شيري يعني ما بسمح لك تساليني هيك سؤال هلا عم تحكي مع مبتدئين ما عندي مشكله انا مين قال لك مبتدئ يا حبيبي انا لا تستني لي هلا انا بساعدك وشو بدك وبامري ما بدي مساعده بس بليز تركني اعطي رايي يمكن حضرتك عم تعطي رايك انا عم بعطي الموضه تعطي الموضه الموضه اعطي الموضه بس ما نقول لنسوان ما يسمعوا كثير يعني لك بتجاوب كمان هلا ما وقفت تصوير معي هلا ما وقفت تصوير بدنا نرجع يعني الموضه هلا الوان فاتحه مش درجه الوان غامقه حدثك عم تحط شو انت؟ يا حياتي انا ما بحط مكياج تفضل مالي استاذ ابو فارس مالي بدنا نعطي نحن هلا كل شيء في نساء قاعدين قدام التلفزيون هلا عم تصور لقطه لا بس انه بهالحلقه كل الستات ناطرين شو بدهم يعملوا مكياج لهالشتويه رح بوجه سؤالي لك ست دنيا على شو بتعتمدوا بالالوان يعني مين مثلا فيكم تقولوا انه مين بقرر الالوان هلا اول شيء كمان ندرس البشره شو بيلبق لها في عندك بشره بيبقى ليه دارج الالوان الفاتحه مزبوط مزبوط بدك تدرس البشره صح ما بتقولي هي في عندك بشره مدهنه في عندك بشره مزيته في عندك شو خص البشره المدهنه بالمزيته بالالوان عم نحكي عن الالوان البشره شو بيلبق لها الالوان هلا اذا واحد بلا ذوق لو تخصص 20 سنه سوري ما تزعلي مني عم ترجع حديث لا بس عم بحكي انه هي المصحه ذوق هي ذوق والسؤال موجه لإليه حضرتك ما عم تستعمل الذوق هلا انا بدي جاوب لا بليز لا لا بليز لا لا استاذ غسان لا انا عم بحكي انه اوقات بتبقى دارجه الالوان الفاتحه بيبقى وجه نوع وجه نوع بشره ما بيلبق للون الفاتح بنضطر نحط الغامق لو مش دارج اللون الفاتح سوري بس هون كانه ما تضايق من ضفيرك مش دارجين هيك الضفير هالسنه هيدي انا بسميهم ضفير عيد البرباره يعني انه انا عيد البرباره بس جاي بدل مسكي انت اكيد بتشتغل بالتجميل مثل شو؟ شو بشتغل سنجري؟ لا لا شو بدك؟ شك ما بعرف انا ما بحكم شو بتشتغل بس عن جد عم تحكي؟ ايه تجميل خليني فل انا لا بليز خليني فل محتار هلا مع مين بدي بلش مع مين بدي احكي قلت لي خليني فل انا ما كل ما انت تسالني سؤال عم بجاوب هو شو محتاره كمان مع مين بتبلش المقابله الي ولا لإله يعني مقابله لإله ولا سؤال جاوبنا عليه تفضل احكي فرجي إيه شو عندك ايه اكيد بدي احكي ترمي حالك الله يخليك انا مش عم بحترم حالي وحضرتك مش محترم حالك انت عم ترمي حالي يا الله يا الهي هلا يلي من اجينا ايه ماما بعرف هون كنا صرنا كنا عم نقول انا بعرف هالمصلحة انه ما بيتفقوا اثنين يعني سوري قد ايش صار لك بالمصلحة؟ 17 سنة قلت لك ولد بعدها ولد؟ ولد انا محلك بنبسط انه بعدك جديدة يعني قد ايه صار لك وبعدك جديدة لازم يا ريت لا بنبسط انه الميك اب اللي بعمله بيصغرني هيك بنبسط عرفت كيف؟ هيدا اسلوب بحط الميك اب مبين صغيرة مين قال لك مبين صغيرة؟ مين قال لك مبين صغيرة؟ هلا انت قلت لي مبين صغيرة بعدني صغيرة بالمصلح وما بعرف ليش قديش عمرك انت؟ شو عمري انا؟ يعني شو قديش عمري يعني ليش شو هلا 73 شو؟ ماشي ماشي 73 معك حق 73 انا فكري بلاها المقابله يا مستر ابو فارس يا عمي يا مستر ابو فارس مالي استاذ ابو فارس خليني امشي لا بتعرف شو خليك بليز انا بمشي لا لا خليك بليز ما تشيل ايدك ما تمد ايدك علي ليش شو بيصير لك عليك صيد شخص ما بيعرف شيء خليه ينسحب ماما زي كيف بتحكي إيه؟ يعني ما بعرف انه انت عم تعملي معه مقابله كيف تقبل انه يحكي معي بهالطريقه ما بعمل معك ليش عم تزفري معي ليش عم تزفري لانه الله ما بطيقك بتفل من وجهي ليلى فل من وجهي عم قلك ما تقربي ما تقربي فل من وجهي عم قلك فل من وجهي عم بعتك علي كيف تقبلي ماما زرعت تعملي معي مقابله اصلا ما حالك لك روح لعني بقى شو بدي احترم حالي ليش انت محترم حالك انت دمر قال ايدك عني ايدك ما تمدي ايدي فل من هون فل عم قلك فل من هون هيك كنا عم نقعد معك عايش وتاكل غيرها على تلفزيون لبنان اي تلفزيون لبنان هيدا شو؟ انا معدل البرنامج تعيش وتاكل غيرها لا ايه كل شيء هلا كل اللي قلته هذا يا عيب الشو كل عنكم والله اكثر يا الله عيش وتاكل غيرها وصحتك بالدنيا